تقسيمه بين التواصل والاستفادة الجلسة الماضية، أنا بدأت بحصر يعني فيما عثرت عليه من إشهاد طلاق من المنتهى الناس السادس عشر من السيدة والدة أحمد مصطفى والدة المنتهى مالك الرابع عشر والخامس عشر منا شبابات التحريات ممكن التحري أو ممكن التطور. ليه كان هذا الموضوع؟ هو ما يتحدث هو ما أما الدفاع فيقول من هذا المنبر أن الدعوة متى كانت عبارة عن صندوق مفتوح يوضع فيه مال وثراء لمأمور الضبط أو لضابطي الواقعة من واقعات من أشخاص وكان وكأنه مسير في البيت المفتوح وكل من تخابر مع المصادفه وضع في بلد الدعوه دون تقييم المسألة افعال مبنيه سند دليل الشاهد بلا تقييم مما استفاد عليها تضاعفهم الوقت الذي يبنى دوما على النسب واليقين والدليل البناء المقرر وليس على مجرد ظن وتخمين افتراضات ومجرات مراقبة حكومية وذلك